طبعا أجهزة إزالة الشعر بالليزر هي مختلفة كتير، لكن هي بتقوم على فكرة واحدة، إن الشعراية السوداء الخلايا الصبغية اللي موجودة فيها بتمتص شعاع الليزر، تحول جواها الحرارة تتحرق. دي الفكرة باختصار في كل أجهزة الليزر. بس ليه إحنا بنختار جنت الليزر؟ لأن جنت الليزر طول الموجة بتاعه ده مناسب جدا للشعرة نفسها، الشعرة السوداء، ولذلك هي موست افكتيف بالنسبة للشعر. الشعر بيتكون من جزئين، الجزء الخارجي ده بيروح أو بيطيح أثناء الجلسة، الجزء الداخلي اللي هي بصيلة الشعر، ودي أهم حاجة، إن دي فيها الجدر بتاع الشعر وفيها الخلايا اللي بتنمو بعد كده للشعر. ولذلك هو مش جلسة واحدة، ده هي عدة جلسات، وبين كل جلسة والتانية حوالي شهر أو شهر ونص. طبعا شعاع الليزر الجنت الليزر بيخش جوه لغاية لما يقابل بصيلة الشعر والجيرمال سيلز اللي بتطلع الهير فولكل وبتقضي عليها. علشان نحافظ على النتيجة بتاعتنا بالنسبة لإزالة الشعر أو تقليل الشعر بمعنى أصح، إن إحنا بنحافظ على الجلسات بين كل جلسة والتانية شهر أو شهر ونص أو خمس أسابيع، من خمس لست أسابيع. طبعا في احتياطات معينة لازم نعملها، إن إحنا قبل الجلسة بأسبوعين وبعدها برضو ما يبقاش فيه تعرض للشمس جامد، بمعنى ان انا ما اروحش اتشمس او اقعد مثلا على البحر او كورنيش، لكن من البيت للسياره، من السياره للدوام، ما فيش اي ريستريكشنز خالص طالما انا حاطط الواقي الشمس بتاعي. في البدايه بيبقى فيه احمرار خفيف، لكن بيروح وبيبتدي الجزء اللي هو الداخلي اللي موجود في الشعر، ودي نقطه مهمه جدا، لان الناس بتفتكر ان الشعر لسه ما وقعش وبينمو، لا، الجزء الداخلي ده بيطرد من الجلد لبره، لان هو خلاص الشعر ميت خلاص، فيبان ان هو بينمو، لكن هو مش بينمو، ده هو في عده ايام، اربع خمس ست ايام، وبعد كده بيطيح وبيقع لحاله.